أنت يا بوكاهانتس؟ جدتي ويلو، أحتاج لأن أتحدث إليك. صباح الخير يا صغيرتي، توقعت قدومك اليوم. أو هذه قلادة والدتك؟ هذا ما أردت التحدث عنه. والدي يريد أن يزوجني كوكوم. كوكوم؟ لكنه جدي جدا. أعلم ذلك، لكن والدي يظن بأنه الطريق الصحيح. لكن مؤخرا ذلك الحلم الذي يراودني. أوه حلم، تكلم يا صغيرتي. والآن دعي عزيزتي. حسنا، كنت أركض في الغابات ثم رأيت أمامي سهم ونظرت إليه، بدأ بالدوران. بدأ يدور؟ هذا غير اعتيادي. بالضبط، وبدأ يدور ويدور ويسرع، وفجأة توقف. يبدو بأن هذا السهم يقوم بإرشادك إلى طريقك المفقود. لكن يا جدتي ويلو، ما هو طريقي المفقود؟ كيف سأجده؟ لقد سألتني والدتك ذات السؤال. حقا؟ وماذا قلت؟ قلت لها يجب أن تسمع إلى جميع الأرواح التي تسكن على سطح هذه الأرض، سوف تدلك إلى طريقك. أستطيع سماع الرياح. وماذا تقول لك؟ لا أفهمها. فقط استمعي قلبك وستفهمين ما يقال. استمعي قلبك وستفهمين ما يقال. إنه يقول بأن هنالك شيء قادم. استمعي قلبك. ماذا ترين؟ سحاب غريب.